بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يف قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي، اشدد به ازري، واشركه في امري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم تكليف الله سبحانه وتعالى لموسى بالذهاب إلى فرعون الذي طغى وتجبر ستبدأ مهمة موسى عليه السلام في البلاغ لأن مولاه أمره اذهب إلى فرعون إنه طغى لقد خص المولى سبحانه وتعالى بالذكر فرعون رغم أن سيدنا موسى عليه السلام هيكون مبعوث لفرعون وقوم فرعون كذلك لكن لأن فرعون هو راس الفساد، هو من ادعى الالوهيه والربوبيه فتكبر وتجبر في الارض، وكان ذكره وتصدير ذكره هو الاولى اذ هو راس هذا الضلال. فامر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالذهاب الى فرعون لدعوته وقوم فرعون كذلك لدعوته الى توحيد الاله. وكان ذلك تكليف شاق وكانت لاجل ذلك في نفس موسى مطالب وامنيات لذلك حتجد انه انتقل السياق القراني الى ما يحتاج موسى حيث سال ربه امورا اولها رب اشرح لي صدري توجه موسى الى ربه بالدعاء واول ما قال رب اشرح لي صدري كلمه الشرح زي ما بنقول بالظبط شرحت الكلام يعني بينته ويقول شرحت صدره اي وسعته وسعته يعني المعنى الاول والمعنى الثاني مش بعيدين عن بعض لان شرح الكلام يعني تبسيط الكلام بطريقه تدخل بنوع من البساطه الى النفوس فينشرح او تنشرح لها الصدور. طيب ليه سيدنا موسى عليه السلام سال الله تعالى هذا الطلب رب اشرح لي صدري وغيره من الطلبات الاخرى ولكن سنبدا اليوم مع رب اشرح لي صدري السبب هو ما حكاه الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه السلام في سوره الشعراء وهو قوله قول موسى ويحكي القران على لسانه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني سال موسى ربه ان يبدل هذا الضيق بالسعه وحنعرف ايه سبب الضيق فقال ربي اشرح لي صدري موسى عليه السلام كان يخشى تكذيب فرعون وقوم فرعون او كان موسى عليه السلام يعلم ماذا سيحدث له فلما ان كلفه مولاه بان ياتي القوم الظالمين فرعون وقوم فرعون فقال موسى لربه قال ربي اني اخاف دسياق الايات قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فطلب من اجل ذلك عده مطلوبات لعده اسباب واول طلب لموسى رب اشرح لي صدري الصد والتكذيب لما سيدنا موسى يبدا في توجيههم وتصحيح مسارهم الى عباده الاله الواحد الاحد وليس التوجه بالعباده الى فرعون لانه مخلوق زي زيهم صد هؤلاء القوم واللي متوقعه وشبه متأكد منه سيدنا موسى عليه السلام ينشئ ألما في النفس فيحدث ضيقا في الصدر اللي هو كناية عن الحزن والألم فإذا ألم بموسى الأسف والحزن وانكتم أو كتم هذا الإحساس في نفسه ولم يفصح عنه تعسر منطقه وتعسر تعبيره فتصاب أفكاره بالشلل وتفقد أثرها الطيب فطلب موسى من ربه ربي اشرح لي صدري أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القول والفعل فلا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري لأن سيدنا موسى متأكد أنه حيواجه عنف كبير جدا فالتجأ إلى مولاه بما يعينه على هذا الحال لانه اذا الصدر الصدر اذا ضاق لم يصلح صاحبه لهدايه الخلق ودعوتهم بسبب الكابه التي تسيطر على وجدانه وتلعثم لسانه كاثر لذلك الضيق وتلك الكابه لما امر الله تعالى موسى بقوله تعالى اذهب الى فرعون انه طغى موسى عليه السلام لما سمع اسم فرعون تذكر ما كان من أمره في مصر وإن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون الذي ادعى الألوهيه والربوبيه لذا حينما سمع اسم فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى انقبض صدر موسى عليه السلام من لقاء فرعون لقد تربى موسى في قصر فرعون وشهد طغيانه وجبروته وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكال، إن موسى الآن على مشارف مواجهة أعظم ملوك الأرض يومئذ بالموعظة التي أمره، التي أمره بها مولاه، ومصارحة فرعون بفساد أحواله، وتمرده وتجبره وتكبره، وزيادته على الحد في الكفر والفساد، والعلو في الأرض، والقهر للضعفاء، وأعظم ذنوبه، ادعائه الألوهية، والربوبية وهي اعظم الظلم الا ان رحمه المولى سبحانه وتعالى الرحيم وحكمته الحكيم وعدله جل في علاه انه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه وقيام الحجه بتكون بايه؟ بارسال الرسل فارسل المولى سبحانه وتعالى الى فرعون موسى ليحذره وليصحح مساره وليصحح مساره بالموعظة الحسنة. لقد تحمل نبي الله موسى المهمة وتلقى الامر واستقبل الامر ده بعبادة التضرع، على فكرة الآيات دي من سورة طه يكتب فيها كثير والانسان يحس انه في بحر من انوار المعاني لا حصر له، لما تشوف يعني تصرف سيدنا موسى عليه السلام. إنه يستقبل أمر المولى سبحانه وتعالى بالتضرع إلى مولاه والتوجه إليه بالدعاء فيسأل المولى سبحانه وتعالى الإعانة على ما كلفه به فكان أول مطلب أن يشرح صدره فانشراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة وعناء ويحول إلى متعة لا عناء ويحول هذا التعب الى لذه فيقبل الانسان على الامر محصنا بمدد الله سبحانه وتعالى استمد سيدنا موسى بدعائه من ربه رب اشرح لي صدري استمد استمد الثبات وانشراح الصدر والقوه والاقبال والقران بيقص علينا المعاني العاليه دي عشان نتعلم كيف كان استقبال انبياء الله للتكليف كيف كان استقبال انبياء الله للشدائد من الامور كيف كانوا يكونون والحكمه في ان يقص علينا القران الكريم ما كانوا يقولون في دقيق تصرفاتهم وفي عظيمها انقباض الصدر يورث النفس اجهاد وبيحس الانسان مع ضيق الصدر انه في ثقل وفي ضغط والانسان ساعتها بيهدر طاقته الانسان اللي بي بي بيمتلك الهم والغم والحزن بيعمل ايه بيبقى ده ثقل في نفسه فالطاقه بتاعته بتهدر فانه بيحاول يكابد ده فهو بيبدد الطاقه دي فهو عايز يستعين بالله سيدنا موسى فيتقوى على الحوادث لا تقوى عليه الحوادث فيتعثر في خطاه عشان كده هو توجه الى مولاه سبحانه وتعالى حتى يصل الى نجاح في مهمته فاستمد موسى من ربه المعونه برب اشرح لي صدري ليحفظ عليه قوته لاداء هذه المهمه العسيره التي تحتاج الى مجهود عظيم يناسب حجمها فسال ربه ان يوسع صدره بنور الايمان والنبوه فيزيل عنه القلق والالم والحزن النفسي الذي يعوق ولا يبعث على التقدم والانجاز وكذلك ساله ان يشرح صدره بحسن الفهم عن الله فيما انزله عليه مولاه من الوحي الشريف ان الله تعالى قد اجرى كل هذه الحوادث لموسى لتكليم نبيه وقربناه نجيا اجرى كل الحوادث اللي مر بها سيدنا موسى الى ان قفل عائدا من مدين والى ان كان يبحث عن نار ويبحث عن هادي في الطريق فكانت هذه الشجره العجيبه التي اخرج المولى سبحانه وتعالى منها نارا عظيمه شديده البياض قويه اللهب هذه الشجره التي كلما ازدادت النار لهيبا ازدادت الشجره خضره فوق خضره وكانت هذه الشجره عجبا كانت عجبا تمهيد للاعجب الذي سيتحفه به ربه فكان ان كلمه مولاه وعرفه سبحانه وتعالى عرف موسى ذاته انه هو الله الذي لا اله سواه فالكل منه وبه واليه واذا كان ذلك بني على هذه الحقيقه الا تكون العباده الا لله سبحانه وتعالى فامره فاعبدني فكان الامر لسيدنا موسى بان يتوجه لله بالعباده وان يتوجه اليه في كل شيء فكانت اول استجابه من سيدنا موسى عليه السلام هي بعباده الدعاء دعاه رب اشرح لي صدري ان موسى في مقام عظيم وده الشيء اللي يلفت نظر القارئ للايات ان سيدنا موسى في مقام تكريم يعني هو في هذا المقام من التكريم والتشريف يسال الله تعالى من فضله وهو رغم وجوده في هذا التكريم والتعظيم والحفاوه والتحيه لموسى في هذا المقام إلا إن سيدنا موسى دائم الافتقار إلى مولاه وده عين العبودية وده مقام العباد الخلص مهما يعني أتحفوا بخلع الكرامة والعطاء من المولى سبحانه وتعالى لم تدهشهم او تصرفهم او ينشغلوا فيها عن سؤال المزيد من رحمات رب الارض والسماء فرغب موسى في طلب زوائد الهدايه والتوفيق والطمانينه والسكينه وقال رب اشرح لي صدري الدعاء مخ العباده الدعاء قرب الدعاء اتصال الدعاء لجوء وافتقار على الدوام الدعاء نوع من انواع العباده وله مكانه عظيمه وشريفه وزي ما المولى سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه وامرنا بالصوم وامرنا بسائر التكاليف كذلك امرنا بالدعاء قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا وقال الله تعالى: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين وعلمنا النبي عليه الصلاه والسلام ادعوا بياد الجلال والإكرام فالدعاء عبادة عظيمة توجه بها موسى في هذا المقام إلى مولاه توجه داعيا رب اشرح لي صدري إن موسى في هذا المقام البهي القدسي نظر إلى أضواء علم هذه العلوم أو هذا العلم الأزلي أو هذا النور الأزلي نظر اليه من ظلمات عالم الدنيا فغلبته دهشه انوار الانوار الازليه فبقي متحيرا والتجأ بطبعه البشري المفتقر دائما الى مولاه هذا الطبع البشري المصطفى لانه نبي الى مفيض الانوار توجه الى مفيض الانوار والرحمات وقال رب اشرح لي صدري ان بحار الدنيا عميقه وظلمات الدنيا كثيفه وطرقها وعرة ويملأ دروبها أعداء كثر وشياطين الإنس والجن ما أكثرهم توجه موسى للحي العظيم راجيا مولاه رب اشرح لي صدري فإن لم تشرح لي صدري ولم تكن عونا لي على أمري انقطعت وتعطلت وصارت هذه العطايا وتلك الخلع سببا لنيل الآفات للفوز بالدرجات وأنا يا مولاي دائم الافتقار، أنا يا مولاي دائم الافتقار إلى ألطافك، دائم الافتقار إلى ألطاف المعونة والسداد، من الذي يمد الجميع بفيض رحماته وبركاته، وسلام الله على كليمه موسى في العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلادنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امه مسلمه لك انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمه الامن والامان والهدايه والايمان وادم علينا نعمه السلامه والسلام والعافيه والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام خير الحافظين ويا مجيب السائلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمه للعالمين اللهم امين امين مرحبا بحضراتكم من جديد ننوه على الصفحه الرسميه لبرنامج قلوب عامره مع الدكتوره نادي عماره اسم صفحتنا وكذلك على الارقام الخاصه بالتواصل معنا من خارج وداخل جمهوريه مصر العربيه. يا استاذه منى سلام عليكم. استاذه منى ايوه مع حضرتك ازي أهل... حضرتك اهلا وسهلا ومرحبا اهلا وسهلا انا بس مش هطول عليكي بس انا عاوزه اقول لك والله انت الساعه اللي بتنور عليا يومي الله يبارك لك الله ينور علينا يعني كلنا ربنا يحاول يفرحك باهلك آمين. يا رب امين 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 بصي يا دكتوره ناديه باختصار انا منفصله كليا م. عن زوجي بقالي سنتين تمام منفصله طلاق يعني اه طبعا م. م. بس وعندي بنتين بس انا روحي متعلقه بيه لحد النهارده ومش قادره انساه وما ينفعش ارجع له وتعالجتي نفسيا يعني وقعتي من طب طب, طب ليه ليه طب بس ولكني. بالراحه بالراحه بس ليه مش هتنفعي ترجعي له؟ إيه لأنه لان هو انسان طبيعي كان بيضربني ضرب غير طبيعي كان بيكتفني كان بيضربني كان بيضربني, بيضربني بالشبابيك ما كانش بيصرف عليا بيعرف عليا كل حاجه وحشه عملها فيها كان بيشتغل ليه ما كانش بيصرف عليا وانا انفصلت عنه بس لحد النهارده الدكتورة دكتوره بقى لي سنتين وانا بتعالج نفسيا وعايشه بالمعدات ومش قادره كنت قربت الى ربنا وبصلي يوم الليل وبقرا القران وبعمل كل حاجه بس كل الحاجات دي مش حاسه باللذه فيها ابدا روحي متعلقه بيه مش عارفه اعمل ايه اي بس اللي عملوا فيكي ده ما ما اثرش دي يعني دي على دفقه دي المشاعر دي كلها مش قادرة يا دكتوره انا كنت بين الحياه والموت يعني يعني اذا هو كان في جوانب كويسه كتيره لا ما كانش في حاجه امال انت متعلقه بايه بقى ما انا عايزه اعرف يعني مش عارفه والله يا دكتوره ما انا بس ما لا ما انا باخد ودي عشان الواحد يواجه التخيلات ان كانت تخيلات او الحقائق لو كانت حقائق انا دلوقتي واحد عمال يضرب فيا ويهني ويسيء الي ست منى تمام لا ممكن تكون عشان العشره عشان ما منه بنات ممكن كان بيقول لي كلمه حلوه لا المشاعر دي مستقبل. دفقه المشاعر اللي بتتكلمي عليها آه لو انت آه كرهاه ده في ناس بتتاثر بكرهها في محن احيانا البعض بي... مش قادره اروح وعاوزه وعاوزه انساه انت بتشتغلي أنا ما بشتغلش ما هو ده مشكلته وعندي بنتين وما بشوفش حد في الدنيا غير أربع حيطان أنا كنت عايشة في البلد يعني في الأرياف وشفتها الدكتورة النفسية قالت لي لازم تعيشي في حتة تانية لأن النخلة جت فيبقى نفس في حاجة اللي بتسألني طيب دا. أنا عايزة عايزة أسألك حاجة هو بيحاول يرجع أو حاجة؟ لا خلاص لا ما بيحاولش يرجع ما بي... هو ده يمكن اللي مزعلك؟ اه هو ممكن يكون ده اللي مزعلني وبعدين دكتوره يعني انا بصلي طب دليل حسيتي دليل دليل ما هو قيام الليل على العين والراس واحنا بنعمل لربنا العباده عشان احنا نزداد بها اذكاء لنفوسنا مش بقيد ربنا مش انا بعمل لك اعمل لي صحيح تمام. انا بلجا له بلجا له لكن انا بعمل العباده شكر وذكر مش عشان بقى انا بصلي قيام الليل وانا افكاري ملخبطه يعني هو قيام الليل لا يمنع الانسان من حسن التفكير العقل دكتورة مش معدوم قوليلي قوليلي انا دكتورة شايفه دكتورة انك انك ندمانه على الطلاق لا مش ندمانه عليه والله بس مش قادره اتكيف حياتي ان انا انسانه مستورة. ما هو ندمانه مش شرط عشان انت لا انت شايفه ان حياتك قبل كده بسوءاتها دي كانت افضل من الوضع اللي انت فيه ده دا 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 داير في نفسك مش لازم الندم ان انا اقول انا قراري غلط ممكن ما يبقاش القرار غلط لكن وقته غلط وقته غلط تمام واحساسك ان هو يعني ما بيسالش مش عايز يرجع تعبك صح يعني ده بيت القصيد يا منى حاضر يا استاذه هدى. استاذه هدى ازيك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا بيكي أهلا, بيكي. أهلاً بيكي. لو سمحتي يا دكتور كنت عايزه اسال مم. انا اخويا دلوقتي كل ما يلاقي قطه بلدي في الشارع يجيبها المنزل عندنا مين ده اخويا <applause> بيحب القطط ولا ايه اه يعني هو تعاطف منه امم فالحقيقه العدد دلوقتي 8 والخدمه بتاعتهم صعبه لان هم عايشين معانا في المنزل وكده فهل ده في ثواب ولو رميناهم هيبقى في استحرام بحيث ان هم كبروا عندنا في البيت وكده؟ لا هو هو بياخد الانسان طبعا ثواب لكن هنقول لحضرتك ازاي كيف يكون التصرف حاضر قولي لو في حاجه تانية استاذنك بس يا دكتور لو امكن نقلل من عدد تفسير الايات ونخلي الاسئله لان احنا بنستفاد من الاسئله من حضرتك اقل من يعني. كده اقل من كده ما ينفعش يا استاذه هدى لان انا واخده النهارده ايه وحتى ما خلصتهاش كلها فاحنا بناخد يعني ده التقسيم عشان يبقى برضو في معلومه انت بتبقي مشغوله بانك عايزه تسالي سؤالك فعايزه الحلقه كلها تبقى رد على الاسئله وفي الغير عايز برضو يمشي مع التفسير لانه في النهايه هو نفع بيعود على الانسان بيتعلم منه لما نقعد نتكلم عن ازاي نبي كريم يتوجه الى الله سبحانه وتعالى في الشدائد هي فكره التفسير ايه؟ إني باخد منها أنوار أستضيء بيها في حياتي فأنا ما أقدرش أقلل أكتر من كده يعني أنا ما بين بحاول أخليها من 15 ل 16 دقيقة ساعات أقل أزيد شوية أقل من كده بيبقى صعب يبقى المعنى بيبقى يعني إيصاله فيه صعوبة لكن نجتهد يعني إن إحنا ناخد أكتر من كده أم عمار السلام عليكم. عليكم السلام يا ست أم عمار. معلش أنا بنتي عندها وسواس قهري في الوضوء. لما بتيجي بتتوضى بتقعد فتره طويله قوي يعني ممكن يجي الفرد يعني اول ما الاذان يدن بتقوم تتوضى ممكن الفرد الثاني يكون خلاص الاذان بتاعه وهي لسه بتتوضى اه فمش عارفه انا وديتها حتى لدكتور نفسي وبرده مفيش فايده اتعالجت فتره بس برده الحل على ما هو عليه مش عارفه اعمل ايه وهي متدينه جدا اه بتاخد بتقعد, بتقعد وقت طويل جدا في الوضوء اه يعني ممكن يعني مثلا عشان تقوم تصلي انا فاهمه ع... دي اه تقوم تتوضى وتعيد مغارف. لا انا نسيت ده انا ما عملتش ده كويس حاضر حاضر ست ام عمر طيب اتفضلي آه في سؤال تاني آه معلش لا انا ولا كنت هم. من كام سنه كده كنت رحت حجيت انا وزوجي يعني م. بس انا لما وصلت عشان مكه لما نسيت وقلعت هدومي اتشطفت بس لبست حاجه بنص كم في البيت يعني في الفندق بس وبعد كده قمت لابسه وقمت نازله عملت العمره كده ما اعرفش بقى عليا يعني, يعني إيه؟ انت اللي لبستي الملابس بتاعتك حد يعني انت قصدي حد شافك يعني ولا الم... لا لا الم... في الاوضه كلها ستات طيب ايه المشكله انك غيرتي الملابس بس يعني لبست بيجامه كانت نص كم وبعد كده قمت لابسه ونازله اه انت كلام. عشان الملابس انت معتقده ان ليكي ملابس يعني لل... للاحرام اه حاضر طيب ماشي وهستاذن حضرتك لو في حاجه ثانيه اتفضلي ما شاء الله عليكي م. في القران جميله جدا ربنا يبارك لك يا رب ممكن بقى بعد ما حضرتك تخلصي الصوره كلها يجيبوا لنا الصوره كامله كلها يجيبها قصدي حضرتك تلاوه ولا تفسير تلاوه بقى كلها تلاوه لا تلاوه وتفسير ان شاء الله اول الأكل. ما هنخلصها هتنزل على الصفحه الرسميه يعني لل... <applause> للقناه هنجد تجميع الايات كلها التلاوه كلها والتفسير كله نسال الله التيسير والقبول حاضر معانا استاذه حنان ايوه اهلا وسهلا <applause> أهلاً, اهلا وسهلا اتفضلي يا فندم فل... عايزه اسال سؤال انا دلوقتي انا ولدت في في فتره النفاس فامي على طول بتقول لي ما ينفعش ان انت تخرجي حد يبقى عنده ظروف او او جوزك يحلق ويخش عليكي او يبقى فيه فراخ يعني مذبوحه وتخش عليكي لازم تخش انت في اوضه وبعدين على الحاجه دي او حتى لو واحده عندها ظروف برضو ما ينفعش ان هي تخش عليا انا اللي اخش عليها عايزه اعرف الكلام ده صح يعني هي بتتكلم ايه من جهه ايه يعني ده شرع ولا عرف يعني مش. لا هم <applause> على طول حاجات زي كده ولما اولد اربط سبع ربطات على ايدي عشان لا ما حدش دي بقى حاجات التسمي. حاجات يعني يعني ما اصل في الدين احنا بنتكلم لو انت بتسالي على حكم بقى النفساء ايه اللي تعملوا ايه اللي ما تعملوش من جهه أيوه. الاحكام الشرعيه لكن الكلام ده من موروثات يعني لا نعتقد فيها ايوه يعني موروثات عرف تعرف, تعرف تعرفت البيئه بتاعتكم على ده لان ده انا نفسي ما يعني ما سمعتوش يعني قبل كده او ربما انا البيئه اللي كنت فيها تجهل اللي حضرتك بتقوليه فربما هو منتشر بيبقى في حاجات من دي كتير جدا منتشره بين الناس في ثقافتهم لكن لا يعني لا ترقى طبعا الى الانسان الى الصحه المفروض الانسان يلتزم بالتوجيهات الطبيب المختص في علاج الامر ده في فتره النفاس انا مفترض اعمل ايه وما اعملش ايه وعلى النفساء عليها ايه من جهه العادات اللي المفروض تعملها الصحيه عشان تحافظ على صحتها وكذلك الامور الخاصه بالشرع الاحكام المنوطه بها هو ده اللي احنا نعرفه على اساس ان الوحده تمشي في استقامه صحيه طبيه وشرعيه فهمتيني؟ ايوه قولي أي. لها يا يا امي الحبيبه على العين والراس لكن هذا لم يقل به طبيب متخصص في الطب لان انت في وضعك محتاجه طبيب هو اللي يقولك لك هيكتب لك بقى فيتامينات يقولك لك تاكلي ايه وتشربي ايه وتعملي ايه لانك في فق في وقت تعب النفاس ده تعب وفي نفس الوقت محتاجه تعرفي الاحكام الخاصه بيكي كامراه في وقت النفاس ليكي احكام خاصه بيكي في الشريعه وده اللي بتحتاجي اليه. هنطلع الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم على خير بإذن الله تعالى مرحبا بحضراتكم من جديد في أختنا الفاضلة كانت أم ياسين قبل كده بتسأل سؤال بس احنا هنجاوبه لحضراتكم بعد كده نرجع لباقي الأسئلة اللي معانا كانت بتقول إن الوالد بيبقى يعني مرتبط جدا كانت بوالدتها ولما توفيت على طول يوميا هو بيزورها وبيقرأ لها قرآن المشكلة يعني بالنسبة لي من قراية السؤال إحساس بإن الوالد أنا أخشى إن يدخل في حد نفسية لكن هو لو بيزورها بغرض إنه يعني الزيارة المشروعة من المقابر فهي طبعا زيارة المقابر مشروعة في الجملة لأجل التذكر والتذكير بأمر الآخرة وإن ده مقال الإنسان وده بيكون بدون أن يكون طبعا في اعتراض على قضاء الله وقدره ودلوقتي هو عاوز يزورها ويقرأ لها لا مانع ما فيش مشكلة طالما ملتزم بهذه الأداب لكن بس أنا الحب أنكم تتكلموا معاه ألا يزيد الأمر عن الحد فتنقلب إلى حالة نفسية بالنسبة الوالد الكريم وفي اعمال خير كثيره ينتفع بها المتوفى ممكن الوالد الكريم يقوم بها يا ست ام ياسين للست الوالده من اطعام الطعام من انه يذبح ويطعم من انه آه يعني يتطوع لها بالصلاه من انه يدعو لها انه يقرا القران في مكانه ويصل الثواب ويسال الله اللهم وهب مثل ثواب ما قرات الا روح زوجتي وهكذا يا ست ام ياسين ده من السؤال الاسئله المتبقيه معنا في معانا سؤال هدى اللي بتسال عن مساله رعايه القطط وان اخوها يعني مولع بتربيه القطط وكل شويه يجيب قطه وهو جاي من الشارع فهي بتقول لنا اجر طبعا رعايه كل نفس مطلقا بياخذ الانسان عليها ثوابا لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا في كل ذات رطبه اجر وده اخبرنا به النبي عليه الصلاه والسلام لو انتوا حبيتي <applause> ترك القطط دي فممكن نترك القطط الثمانيه اللي انتو جبتوها في احدى المتخ... المؤسسات المتخصصه لرعايه الحيوانات وهناك في مؤسسات بتتبرع بالرعايه من اجل يعني رعايه هذه الحيوانات فلا باس ان حضرتك تحطوها فيها لان ده امر مش منطقي الواحد الاماكن اغلبها اماكن معقوله الناس عايشه فيها شقق هحط فيها كم من القطط بالكسره دي بتبقى عايزه اماكن يعني مخصوصه وعشان برضو الامراض وما شابه ذلك يعني في امور محتاجة. فلما يبقى هناك مكان مخصص لرعاية الحيوان ده امر مشهود له في الشريعة الاسلامية وامر درج عليه المسلمون في عبر تاريخهم. يعني كانت هناك في بيوت للقطط بتتعمل على مدار التاريخ الاسلامي حكايه البر بالحيوان اللي اوروبا وغيرها بتتباهى ان هي بتعملها الاساس فيها هم المسلمين لان هم من شرعوا هذه البيوت لايواء الحيوانات الضاله او التي تحتاج الى اطعام ورعايه وكانوا بيعملوا بيوت للقطط وبيوت لغيرها وكانوا بيعملوا تقسيمات احيانا المباني بطريقه معينه يقدر يحط فيها ماء الماء ده يشرب منه الحيوان الذي يسير على قدمي او الطائر في السماء او حتى الانسان الذي يريد الشرب او حتى الوضوء فده من يعني مما تعلمناه من هذه الشريعه الغراء الرحمه بجميع الخلق وبما فيهم الحيوانات ولا بأس أن أنت تحطيهم في مكان خاص بيهم يرعاهم وحسبة لوجه الله تعالى أن أنا باخد أجر وثواب على هذا الفعل أختنا الفاضلة <applause> قبل ما أخد السؤال اللي كان خاص بشهادة الزور الخاص خاص بيه مدام أمل أجاوب بس على الست أم اللي بتتكلم أن بنتها عندها وسواس قهري في الوضوء وهي على طول بالتانيه قاعده في قلب الحمام تتوضى ما بتطلعش بقى بتقول لي يعني دي حاله هي بتعاني منها <applause> فبنقول لها يا ست ام عمار الوسواس القهري ده طبعا بيبقى له علاج واحيانا الانسان يحتاج انه ربما طبيب ما بيأديش نتيجه كويسه مع المريض فاسال عن طبيب اخر ربما يكون اكثر مهاره فالبنت تتعالج من الامر ده لانه مش بس هيسري على امر الوضوء وانما قد يتجاوز هذا الامر الى غيره من الامور الحياتيه اللي بتخلي الانسان عايش في حاله من الاضطراب والشك الدائم وعدم اليقين في اي شيء وربما الامر يعني استطار شرره الى اكثر من ذلك فاحنا محتاجين حد متخصص في المساله دي عشان يبقى في مباشره علاج جيده ما اكتفيش بحد واحد ابتدي اشوف حد واسال ان اهل الخبره في هذا المجال ده بالنسبه لي الامر ده كنصيحه عامه اما بالنسبه للامر الشرعي في مساله تكرار الوضوء والمكت داخل الـ الـ المرحاض من اجل اعاده تكرار الوضوء لان هي مش حاسه ان هي اتوضت هي تقول لها اقطعي الوسواس بانك توضي المره واحده مهما يكن الامر واطلعي تقطع الوسوسة بأنها تطلع وتصلي مش هيعالج الأمر ده غير الطريقة دي لا أول ما تدخلي وتبتدي تدخلي في عجلة إن لا أنا توضيت لا أنا ما توضيتش قولها طعي قولي أنت توضيتي وطلعي صلي على طول تشهد الصلاة على طول دون عود مرة تانية لأن الاستمرار في الأمر ده بيكبره وبيهوله وبيخلي الأمر مش سهل عليها يا أختنا الفاضلة <applause> كان في برضو السؤال للست امل كان بتسال عن ان كان في خلاف كبير بين العائلتين لبنتها اللي, اللي طلقت وكانت لها بنت وطلقت من قريب لها متزوجها وجاب ناس شهدوا شهاده زور وضيعوا حقوق هذه الابنه هي عايزه ان احنا نذكر بامر هذا الامر ولكن هي بتعاني من ظلم كبير الانسان يتوجه الى مولاه سبحانه وتعالى بالدعاء يدعي ربنا سبحانه وتعالى بما ورد من جميل الدعاء حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأدعية الكثيرة اللي القرآن الكريم دلنا عليها على ألسنة الأنبياء الكرام والرسل الكرام وما ورد كذلك عن الصالحين والصالحات الإنسان يستكثر من الخير وأحيانا عبارة بتكون يعني أكثر يرتبط بها الإنسان أكثر من أي عبارة أخرى بس الإنسان يسعى دايما يستزيد من هذا الخير يستمد 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 من الكريم وربنا سبحانه وتعالى بيعطي للإنسان على قدر ما هو بيلجأ إلى ربه مستعينا بمولاه. إيه وقع علي ظلم في دار الدنيا إن شاء الله تسألي الله إن ربنا يرفع ظلمه ويعيد الحقوق والإنسان يبقى عنده بيدعي وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى وتدعي لها بالهداية وتدعي لها بالصبر وتدعي لها بالثبات وإن ربنا يوفقها في اولادها ويهدي هؤلاء الذين ظلموها شهاده الزور بلا شك وامر معروف من اكبر الكبائر ليه لان اللي بيحلف ده بيحلف على كذب الحلف على الكذب وهو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم لانه بيكفي هذا الجرم يعني انه عظيم انها قرنت شهاده الزور بالاشراك بالله تعالى وقرنت بالقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعارفين والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ذلك وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس الحركة أو لغة الجسد التي خرجت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي في هيئة أنه يبقى متكئ وبعدين عايز ينبه لأمر الحركة الجسد مع اللي هيقوله النبي عليه الصلاة والسلام للتنبيه إلى خطورة ما سيقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور ألا وقول الزور والراوي بيقول فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس ويكون الامر اشد اذا كان في الشهاده واليمين الكاذبه دي ليه؟ انت بتقتطع حق لانسان ليس من حقك كان يعني انت بتاخد قطعه من نار جهنم لنفسك اللي بيقتطع حق من انسان وليس له الحق باليمين الغموس الكاذب. أو بشهادة الزور ده إنسان ظالم مرتكب واقع في كبيرة عظيمة من الكبائر حقوق العباد دي صعبة جدا حقوق العباد دي حاجة قاسية جدا يعني الإنسان ينتبه لخطورة إنه سهل كده يقول دي بتاعتي ما بتاعته ويحلف كذب أو يش أو يجيب يأتي بشهود زور ليشهدوا زور حقوق العباد لا يسامح فيها رب العباد إلا إذا سامح فيها صاحبها فأين صاحبها؟ يوم الموقف يوم المشهد العظيم ده لننتبه من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر قول النبي عليه الصلاة والسلام لقي الله لقي هو الله يعني وهو عليه غضبان وأنزل المولى سبحانه وتعالى تصديقا لذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا يعني الإنسان عليه إنه انتهت الآية ألف لهم عذاب أليم إلى نهاية الى قوله تعالى عذاب اليم ولما ما يتوضحش شكل العذاب ويوصف بانه عذاب اليم فدل التهويل لما سيحدث لهذا الذي يحلف زورا من او كذبا من اجل ان يستقطع ما ليس له فيه حق او انه يشهد زورا ايضا ليعطي انسان شيء ليس من حقه فلنتق الله في بعضنا البعض فحقوق العباد ليست يسير على الإنسان إنه يلحق نفسه قبل أن يأتي يوم القيامة وساعتها لا درهم ولا دينار ولا شيء ينفع الإنسان فلنسارع إلى سداد الحقوق إلى أصحابها وإلى استسماحهم وألا نكون من هؤلاء مرتكب الكبائر بأن نحلف كذبا فنغمس بهذا اليمين في نار جهنم أو إن الإنسان يعني يشهد شهادة الزهور. نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراه موسى وانجيل عيسى وزبور داوود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي اوحيته نسالك يا مولانا نصرا عزيزا، نسالك يا مولانا فتحا مبينا، نسالك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، انك على كل شيء قدير، نسالك يا الله العفو والعافيه والمعاة الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وان تدفع عنا يا مولانا كل الفتن والافات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والافات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والافات، واقض لنا يا مولانا في الدنيا والاخره جميع الحاجات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين استودعكم عنايه الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته